نعمل سجق الدبس الرمان، وده بالنسبه لي اخف واسرع سجق ممكن يتعمل. طيب عندي طاسه على النار سايباها برضو نفس النظام بتسخن، لازم علشان ما ينزلش ميه، انا عايزاه يتشعوط وعايزاه ان هو يتصدم او عايزاه ان هو يبدا يتلسوى معايا. معايا ايه؟ في سجق دبس الرمان، معايا بسم الله نص كيلو سجق شرقي، بصلايه مبشوره، طماطمايه مبشوره، 3 معالق كبار دبس رمان، شويه زيت، معلقه كبيره بهارات السجق، وملح وفلفل اسود. طيب بصوا بقى، عندي طاسه على النار بالشكل ده كده، وسبتها تسخن وحطيت فيها شويه الزيت. هعمل ايه دلوقتي؟ هروح عامله كده وهو بالشكل ده، وابدا اعمل كده بسم الله في كل الوصفات بتاعتنا النهارده. لازم الطاسه تكون سخنه علشان لما ينزل فيها السجق ياخد الصدمه الحلوه بتاعته من غير ما يبدا ان هو ينزل ميه. مجرد ان هو بدا يطلع ياخد الصدمه بدا يطلع الروائح الحلوه بتاعته. طيب وهو كده هعمل ايه؟ عندي بهارات السجق، وخلوا بالكوا ان هو متبل فما نزودش كتير، احنا ممكن نحط البهارات لكن نيجي على الفلفل والملح، الفلفل الاسود والملح، نحط شعرات بس نطعم بيها بالشكل ده كده اهو. المعلقه بتاعت البهارات السجق اللي احنا عملناها مع بعض لما بتنزل مش قادره اقول لكم طعمها بيبقى عامل ازاي، او بتخلي ريحه السجق او صنف نفسه بيبقى عامل ازاي. بالشكل ده كده، وهي كده هبدا ان انا اعمل ايه؟ اروح نازله بدبس الرمان بسم الله. بالشكل ده كده نزلنا دبس الرمان، طشينا السجق، بدا بصوا دبس الرمان ان هو يغلي ازاي، انا عايزاه يتكثف خالص. نظبط النار كده عشان كله يغلي، بصوا عايزاه يتكثف، طول ما هو ما بيتكثف كده طول ما هو بصوا هيبدا يتقل وهيبقى الصوص بتاعه في منتهى الجمال، يبدا يسوي السجق معانا. طيب نونا، هي الطماطم والبصل دي هتتحط امتى؟ دي مش هتتحط دلوقتي خالص، لما السجق يبدا يكرمل معانا مع الدبس الرمان ويبدا ان هو يدخل في التسويه وياخد اللون الحلو اللي انا عايزاه، هبدا ان انا اشيله، والطماطمايه والبصلايه المبشوره ارجع انزلهم مكان السجق مع دبس الرمان عشان يتكرملوا هم كمان. حطيتهم اصلا. بصوا كده يبقى ظابطين العين كده، علشان انا عايزاه يبدا ان هو يتكرمل بالشكل ده. بصوا دبس الرمان هنا، بصوا السجق بدا ان هو، شايفين اللون بتاعه؟ كل ما يقعد على النار كل ما يبدا يشرب من دبس الرمان، كل ما يبدا ان هو يغلي بالشكل كده ممكن ان هو يبدا يكرمل معانا، يدينا لون وتطعيمه حلوه. لونها، انت في اول الحلقه قلت لنا ان السجق لما يتحط على النار ويقعد وقت زياده بيبدا ينشف، نيجي ناكله يبقى مجلد، ازاي دلوقتي بتقولي كل ما يقعد على النار كل ما يشرب من التتبيله وكل ما يبقى طعمه احلى؟ علشان ده في دبس الرمان، دبس الرمان لما بيتحط على النار بيبدا ان هو يتقل، يبدا ان هو يتكثف، يبدا ان هو يكرمل زياده، فبيبدا يطر السجق وبيبدا ياخد من تطعيمته اكتر. ففي اللحظه دي او في الوصفه دي ادام بدبس الرمان نسيبه لحد ما يبدا يكرمل كده، علشان كل ما بيكرمل كل ما بيكون طعمه حلو ومش هينشف، بل بالعكس هنلاقيه طري وفي منتهى الجمال. ادي كده اهو السجق بدبس الرمان. هعمل ايه؟ هروح جايبه كده وابدا ان انا اشيله واسيب دبس الرمان زي ما هو عشان انزل عليه بالطماطم والبصل. بسم الله. بصوا اللون بتاعه، بص يا جمال لون دبس لون السجق لما نزل في دبس الرمان، سجقايه مكرمله، يعني مش قادره اقول لكم شكلها كده، انتوا ممكن كمان ما يكونش في الشاشه ظاهره معاكم يعني زي ما هو ظاهر قدامي هنا، بس سجقايه حته سجقه بتتكلم عن نفسها والله، يعني تجري الريق كده. طلعناه بالشكل ده كده، ده طبعا مش طبق التقديم بتاعه، ورجعنا باقي دبس الرمان على النار. اعمل ايه دلوقتي؟ ادي البصلايه وطماطميه مبشوره، وابدا ان انا اقلبهم كويس قوي علشان يشربوا من دبس الرمان ويشربوا من التتبيله اللي نزلت من السجق. وهتشوفوا دلوقتي لونها هيبقى عامل ازاي، ولون البصلايه نفسها والصوص ده هيبقى عامل ازاي.
طيب هقدم ازاي؟ عايزه تقدمي في طبق عادي زي ما انت عايزه. عندك اطباق فاهيتا زي اللي احنا بنعملها وبنسخنها في الفرن ونقدم عليها علشان يدينا الشعوطه الحلوه والدخان زي المطاعم زي ما انت عايزه. ما عندكيش ولا ده ولا ده وعايزه تقدمي بشكل حلو قوي، هنعمل ايه؟ بسم الله. هتروحي جايبه صينيه من صواني البيتزا الصغننه او اللي هي بتاعت الكنافه اللي هي الصغننه خالص اللي احنا بنعمل فيها اصغر حاجه عندك، وتسخنيها كويس قوي في ارضيه الفرن، تتسخن كويس جدا، وعند التقديم بس تروحي مطلعاها وتبداي ان انت تغرفي فيها علشان يديكي نفس الشكل ونفس المنظر بتاع المطاعم. انقلي المطعم عندك في البيت، مش معنى ان احنا بلد يوكن ما نعملش حاجه مختلفه وحاجه تغير المود بتاعنا. بصوا كده انا خلصت يا حبيبي، خلاص والله. بصوا بقى كده، تعالوا نطلع القوالب بتاعتنا. على فكره اطباق الفاهيتا ديت مش غاليه وموجوده في كل مكان. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كده هما سخنين قوي. بصوا بقى كده. بسم الله. بسم الله. بالشكل ده كده متهيألي يعني نقلتي المطعم جوه البيت، ولا اجدعها مطعم تبقى ضامنه الحاجه اللي موجوده فيه وتبقى على عجب عينك بالشكل ده كده.